المساحات وهذا كما كنا نتكلم عليه. وداد لعب بطريقه جيده في هذا الشوط الاول، الان لازم يكمل مع نفس السيناريو نفس الطريقه. شوف التصويبات الحسوني هذا اللي كنا نطلب منه، صوب الى المرمى تصويبات دائما لا تفزع الخصم، ما تخلي انه يتراجع، ما تخلي انك يخاف منك، مره تصوب مره تعطي تمريره، كل مره تنوع من الهجمات. انا يسعدني انا ارى اللاعبين يكونوا جريئين في هذا.